معاك ارقام تحليليه انت خلاص، خلينا نخش في الارقام. الارقام ماشي، ناخد شويه ارقام على كاس الامم كده بسرعه. اتفضل. اقوى خط هجوم في البطوله حتى الان الثلاثه خرجوا، يعني السنغال، انجولا، غينيا الاستوائيه، جايبين 9 اهداف. ماشي. اقوى خط دفاع نيجيريا، وعشان كده بشوف ان نيجيريا مرشحه ان هي توصل نهائي بنسبه كبيره، لانها دفاعيا قويه جدا. المنتخب اللي بيدافع كويس بيوصل نهائي. اكتر منتخب حافظ على نظافه شباكه نيجيريا وجنوب افريقيا، 4 كلين شيت. مين اللي كان قال لكم على نيجيريا وانتوا قلتوا له لا؟ ده انت اول حلقه. لا انا قلت جنوب افريقيا. انا قلت جنوب افريقيا برضه. لا بس جنوب افريقيا. جنوب افريقيا. لا قلت لا. انا قلت جنوب افريقيا. لا الحلقه موجوده. ده مسجل. الحصان الاسود. جنوب افريقيا جنوب افريقيا لا تستحق الفوز امبارح. لا مستواها كان ويليامز بقى عملاق. ماتش حلو. ويليامز ده في حته ثانيه. ماتش حلو وكل حاجه، ولكن الراس الاخضر كانت تستحق الفوز وبجداره. ماشي بس هو اللي ضيع. بجداره. مش مثلا ب يعني بس جيمسون هو برضه ضيع. بس مين اللي قال لكم نيجيريا برضه؟ عشان انت قلت اول حلقه قلت نيجيريا. الحصان الاسود انا قلت جنوب افريقيا وانت ساعتها قلت جنوب افريقيا. الحصان الاسود والله قلت جنوب افريقيا. والله قلت جنوب افريقيا. ماشي هنبقى نجيب الحلقه كمل. طب مين اكتر فريق عجبك في كاس الامم كلاعب اداء الكوره؟ نيجيريا. كاب فيردي طبعا. كاب فيردي طبعا. بس والله مالي برضو كانت كورته حلوه. ومالي انا ومالي صح. مالي حلوه. ولكن نمره واحد. حابب نيجيريا. بالنسبه لي انا. لا بالنسبه لي انا كاب فيردي. حقيقه روح نيجيريا. اوزمن بصراحه بيقدم بطوله. ونيجيريا كمان مع بيسيرو عملت حاجه حلوه قوي. هم بداوا البطوله ب 4-3-3. وغير. لما لقى ان هم اول ماتش اتعادلوا 1-1 غير الطريقه 5-5. في الحاله الدفاعيه بتتحول ل 3-4 ما اتكسفش، مش زي عندنا روي فيتوريا اللي غير طريقه لعبه ولا عمل حاجه، لان احنا كنا المفروض اصلا نغير طريقه اللعب. فعجبني نيجيريا عشان كده. الامم اللي جايه ان شاء الله. اتفضل. من كمان هداف البطوله طبعا ايميلو، مهاجم غينيا الاستوائيه، 5 اهداف. اكتر لاعب عامل تمريرات صحيحه في البطوله محمد عبد المنعم، معدل تمريرات عمل 66 تمريره صحيحه في الماتش، رغم ان عبد المنعم ما كانش في قمه مستواه في البطوله. اكتر لاعب بيمتلك معدل صناعه للفرص محمد هاني، ودي من الارقام المميزه لعيبه النادي الاهلي. يعني محمد هاني بيصنع 3 فرص في الماتش الواحد بالتساوي مع موسى بارو. اكتر لاعب عامل مراوغات ناجحه 2، محمد قدوس غانا وعمر مرموش مصر. اكتر حارس حافظ على نظافه شباكه ويليامز الخارج جنوب افريقيا، 4 كلين شيت. اول حارس في تاريخ كاس الامم يتصدى ل4 ركلات ترجيح في ماتش واحد، ما حصلتش من سنه 57. ابو جبل في ماتش لا 4 ركلات ترجيح في ماتش واحد ما حصلتش. 4. ابو جبل كان 3. 3 كان 3 وصد واحده في الماتش. ايوه صح. الاكتر لاعب عمل تدخلات دفاعيه سماسيكو اللي هو بيبقى لاعب وسط مالي، 3 في الماتش الواحد. معانا كمان ان البلاس 90 كلمه السر صحيح. لو استعرضنا هنلاقي نيجيريا جابت الجون الثاني في الكاميرون في الدقيقه كام؟ 90. غينيا كسبت غينيا الاستوائيه في الدقيقه 98. الراس الاخضر كسبت موريتانيا في الدقيقه 88. جنوب افريقيا جابت الجون الثاني في المغرب في الدقيقه 95. كوت ديفوار جابت التعادل في السنغال، كوت ديفوار دي قصه لوحدها. 86 كوت ديفوار سجلت التعادل في مالي في الدقيقه 90، وبعدين جابت الفوز في الدقيقه 122. السيناريو اللي عاملاه كوت ديفوار برضه لا يعني ان هي اصلا فريق كان بره البطوله وبعد كده طيب. واتغلبوا 4 ويرجعوا من على الطياره يخشوا البطوله صحيح، يقابلوا السنغال اللي الناس مرشحه السنغال ان هي اقوى فرقه صحيح. يتعادلوا معاها في الدقيقه 86 ويصعدوا بركلات الترجيح، وبعد كده مالي يبقوا خسرانين ومطروب منهم 1 ويرجعوا في الدقيقه 90 ويكسبوا في الدقيقه 120 في الشوط الاضافي. لا كوت ديفوار سيناريو غريب. كابتن محمد عادل ده كابتن محمد عادل ما غلطش غلطه في الماتش من احسن ماتشات يعني.